كل نرى الآن البنية التحتية في مصر تتواصل في مناطق كثيرة، ونراها بالفعل تحقق إنجازات في المسافات بشكل يريح الناس. هذه الإنجازات اللي احنا بنشوفها مش بس في البنية التحتية أو المتعلقة بالطرق، أيضا في المساكن، في إنجازات في الإسكان. سنة 2018 كان عامل إسكان حقيقة، حصل تطوير للعشوائيات. القطاع ده كان على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه لمقاليد السلطة. استصدرت الكثير من القرارات الوزارية الخاصة باعتماد التصميم العمراني والتخطيط والتقسيم لحوالي يمكن مش أقل من 115 مشروع استثماري عمراني وخدمي، أقيمت على مساحات واسعة مش أقل من 73 ألف فدان في 15 مدينة جديدة، منها حوالي 23 مشروع بالعاصمة الإدارية الجديدة كأحد يعني أبرز مدن الجيل الرابع. تم تنفيذ عدد من هذه المشروعات وصل إلى ما يقرب من 915 مشروع على مستوى الجمهورية. تم إقامة 270 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي لمحدود الدخل، وغيرها آلاف الوحدات السكنية اتعملت للشباب. على مستوى قطاع مياه الشرب تم تنفيذ ما يقرب من 236 مشروع مختلف بالمحافظات، وغيرها من الخدمات العديدة. كذلك الحال في الصرف الصحي، يمكن كنا موجودين مع سيادة الرئيس مؤخرا في الجبل الأصفر، حوالي 588 مشروع اتنفذوا، 66 محطة معالجة. كل ده الحقيقة بيدينا أمل في بكرة، كل ده بيحسسنا ان احنا قدام قيادة بتربط الليل بالنهار وبتنجز كل يوم. الرئيس في مكان، امبارح كان في غيط العنب، اول امبارح كان في العاشر، وقس على ذلك، يعني لا يتردد عن ان يذهب الى كل مكان. انا لما بشوف الانجاز ده، وانت لما بتشوف الانجاز ده بتحس بالامل في وقت الدنيا حوالينا بايظة. احنا بنشوف الدنيا وبنشوف اللي بيحصل في اوروبا، بنشوف اللي بيحصل في بلاد عربية وغيرها عديدة، بنحس ان احنا حتى مع المشاكل اللي عندنا، احنا عندنا مشاكل ما حدش يقدر يتغاضى او يقول ان احنا يعني فل الفل، لا، في مشاكل، والرئيس معترف بانه في مشاكل، مشاكل الغلابة، وفي مشاكل الطبقة المتوسطة، وفي مشاكل، وفي فساد يقاوم بكل قوة، لكن في امل، في امل لبكرة، في وعد من الرئيس ان في 30/6/2020 هيبقى في مصر جديدة كما قال. اللي احنا شايفينه اليوم، انا لما رحت مشيت النهاردة في المحور الاقليمي وصلت بهذه السهولة كده، يعني وانا رحت اشمون قبل كده وكنت شايف بعاني ازاي وانا ماشي في طريق القناطر، المطبات والمشاكل عشان توصل هناك، عايزك مش اقل من ساعتين، ساعتين ونص. كل ده يديني امل لبكرة، هنصبر على المشاكل الصغيرة بتاعتنا أو الكبيرة، هنصبر عليها، لكن عندنا بلد وعندنا دولة وعندنا إيمان بأن احنا إن شاء الله كل يوم هيبقى فيه تحسن، وكل يوم هيبقى فيه ما هو أفضل.